مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شخص بعت لي رسالة ويقول أنا عايز أخش على موقع سينما اللي هو ده، وأقول أكتب اسمه هنا، وخطوة واحدة بخطوة واحدة يقدر يدخل الأفلام دي كلها داتا عنده. والله ما فيش حاجة اسمها مستحيل في الأكسس. أنا دلوقتي كل اللي عملته، عملت جدول فاضي عبى فيه فيلد واحد عبارة عن تكست، فيلد واحد تكست، فيلد اتنين تمام كده، وفيلد اتنين تكست واحد بس. التكست واحد ده نقلته هنا في الشريط القائم ده لخليه ده بيانات اساسية بالتيبل اتنين اللي هو التيبل اتنين، وده هيبقى فيلد واحد كده اول خطوة. طب الخطوة التانية ايه؟ الخطوة التانية هنعمل الفيلد ده. بصوا يا جماعة، طيب احنا نشتغل هنا الاول. هنعمل ايه بس الداتا كده؟ احمد عز هو زي ما بقول، احنا ايه ناخد اسمه الممثل دلوقتي تمام. عايزين احمد عز ده يتنقل في داتا مره واحده، يجيب افلامه كلها بخطوه واحده زي ما هو بيقول تمام كده. طيب يبقى احنا كده، احنا هنا لما نيجي ننقل، لما نعمل الحركه دي، لما ننقل اللي هي استنى الواحد بينسى، هو فيلد واحد ده، لما ننقل ده كده بص بقى ايه بيحصل ايه. بقول له طيب هنحول ده، هنحول دوت اللي هو يبقى ان شاء الله الشكل ده احفظوه تمام كده. تاني خطوة هنشيل الكلام الفارغ ده، ملوش أي لازمة دلوقتي خالص ماشي. بعد كده بنسيبها، هنسيف باسم ايه؟ تيبل 1، تيبل 1 كده، تيبل 1. طيب ايه الخطوة التانية؟ تيبل 1 ده هينزل تحت هنا. طيب الخطوة التالتة ايه؟ هقول لك حالا دلوقتي الخطوة التالتة ايه. الخطوة التالتة بقى مهمة جدا، انا هحول ده. يعني بص حضرتك، بص حضرتك مش هينفع ادخل داتا، يعني مثلا نيجي تاخد كنترول ايه، مش هينفع تنقل هنا. بص مش هينفع، مش هينفع، هيحصل مشاكل ويحصل ايرور بقى والكلام ده تمام. لا سيب دي تمام كده. فلازم ده يتحول الى داتا شيت. اهي داتا شيت تمام كده. ونقول له، قول له دي بتساوي القيمه الافتراضيه اللي هو ده. طب ده اسمه ايه؟ اسمه ليست زيرو. خلاص هنقف عليه هنا. القيمه الافتراضيه ماشي، القيمه الافتراضيه بتاعته ليست زيرو. فين القيمة الافتراضية؟ اهو بتساوي ليست زيرو. ليست زيرو هو ده. طب دي النقطة التانية. النقطة التالتة عايز اقول له ما ينفعش حد يتحكم في دي، دي تتقفل نو لكن دي بس اللي شغالة. تعالى كده نشوف. زي ما انتم شايفين، لكن دي بس الاثنين. طيب تعالى بقى ننقل الكلام ده، كنترول اي وكنترول سي. تعالى كده ساكت يا اخي كده، عرض كل الافلام اهو، ولاد رزق والاكسلانس وهطول راجل والحفله وهكذا وهكذا وهكذا. وفي نفس الوقت الفيلد التاني زي ما هو قال هيتحط عليه اسم الممثل، اسم ايه؟ الممثل. وبايه كده احنا حافظنا على الداتا، وقلنا الداتا الاولانيه اسم الممثل يتكرر لوحده، والفيلد رقم واحد اسم الفيلم تمام كده. طيب
عايزين نعمل فلطره بقى، اللي هو يفلطر لي شيل كلمه بحث وشيل كلمه الدخول وشيل كلمه القائمه والحاجات دي. دي هتتعمل ان شاء الله في الحلقه الجايه، بس انت خد الفكره اللي احنا عملناها ايه. طيب دي نقطه اول حاجه كده مبدئيا. مبدئيا كده تشيل بس الخانتين اللي انا بحب اشيلهم دولت عشان مهمش لازمه. طيب عايزين نضيف ممثل تاني. طيب تعال نشوف ممثل تاني. نور الشريف. بس تمام كده نور الشريف اهو. كنترول سي. كنترول ايه كنترول ايه كنترول سي. تعال بقى بس قبل ما نعمل حاجه هنيجي بين نور الشريف بقى وننقل كل الداتا بتاعت نور الشريف. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ احمد عايز ينزل بحاجته ونور الشريف هينزل بحاجته. او نور الشريف بينزل بحاجته اهو، خلف الله وفيلم عرف عرف البحر وده ايه؟ ضاع العمر يا ولدي اهو. تمام كده؟ يبقى سهل جدا ان احنا نشيل الحاجات اللي هي الفوارغ دي هتشال، هنعرف في الحلقه ازاي الجايه. بس احنا اهم حاجه هنظبط بس شكل البرنامج ونظبط ايه الكلام اللي هنا ده هيبقى في النص كده بسرعه 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 والكلام يتوسطن زي ما احنا عارفين قبل كده في الحلقات اللي فاتت قبل كده. فين الوسطنه؟ دوت واحد تخليها دوت اتنين. ماشي ماشي يعني انا موافق. ان شاء الله المره الجايه بقى هنشيل ده ملوش لازمه ونظبط الدنيا علشان ايه في تقارير هنعمله. وبقول لك انا عايز احنا دلوقتي ضفنا ايه عايز ايه عايز هنا خانه خد بالك. يكتب بقى اسم الممثل فلان، اكتب اسم الممثل الفلاني التاني، اتقابلوا مع بعض في كام فيلم. راجل بقى شغال في الميديا وشغال في السويش ميديا والكلام ده، بيعمل مسابقات والكلام ده، فعايز يعرف اتقابلوا مع بعض كام فيلم. احنا كده دخلنا الداتا، الحلقه الجايه هنعرف بقى اتقابلوا مع بعض في كام مناسبه. دي اللي هنعرفها ان شاء الله في الحلقه الجايه. ومفيش حاجه في اسمها مستحيل في الاكس فعلا، مفيش حاجه اسمها ايه مستحيل في الاكس. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.